وحقيقة المغرب منخرط أولا لمواكبة الدول الإفريقية من أجل أولا تقاسم وكذلك نقل الخبرة الوطنية فيما يتعلق بالتغير المناخي اللي اليوم كنعرفوا أنه هو تهديد صامت واللي كيعني به مباشرة هي القارة الإفريقية. المغرب كما كتعرفوا عنده مركز تغيرات مركز الخبرات للتغيرات المناخية وكيواكب مجموعة من المبادرات اللي تلقاها جلالة الملك الله يحفظه. بالإضافة إلى ذلك هذا مستوى ثالث هو أن كاين مجموعة المبادرات والبرامج اللي عندها حكامة وعندها تجربة وعندها تشاركية مع كل فاعلين القطاع الخاص والجماعات الترابية والساكنة اللي هي موضوع تقاسم مع الخبرة الوطنية. لهذا الحمد لله المغرب أولا حاضر بقوة، ثانيا هذا هم مشترك وهذا موضوع رهان عالمي مشترك قاري. احنا عندنا إرادة معلنة أننا إن شاء الله سيكون رهان تنموي ليس فقط في المغرب ولكن بالنسبة لإفريقيا.